واش العشرين نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم اليوم راه غنطلعوا لواحد المكان غيعجبكم وبالضبط اللي كيتفرجوا فيا، دونك خليكم حتى الاخر راه غيعجبكم بلان. تلاقاو دابا مشوا عند الدري باش من تما نطلعوا ان شاء الله لهذا المكان اللي اصلا غتكونوا شفتوه في الاول وغاش عارفوه. دوز الدري باش نمشيو. هاد المشي ما خاصهاش تفوت لينا 500 درهم، لانه بطبيعه الحال حنا الشباب لا نخسروا المال كثيرا. ما يطير ما غنفوت 500 درهم حنا في كازا بوريكي. فين نمشيو دابا؟ نمشيو للمدينة القديمة المعقل الأسطوري. شوف معايا، غنمشيو للمدينة غتشوفوا كاع الطريقان تما، غتشوفوا الأجواء. المهم معقل ديال الوداد وكيفاش أن الوداد تأسس من ديك البلاصة، غنحاولوا نقلبوا على الدار ديال بن جلون. المهم هادشي علاش جينا حنا، فهمتش؟ جينا حنا باش نتسركلو، ما كاينش ماتشات لعيباش، قلنا نستغلوا الظروف ونجيو، وهذا ما كاين. امين وريني اش خديت يا خويا. اين اخويا شحال خديت؟ شي فكرتيني في 2015 2014. تدخل المدينه القديمه كتحس بواحد كاين واحد قرب صاحب واحد الجو كي داير الراحه النفسي ما كرهتش دابا فهمتي كندور راه هو طاقرا ترى عامره طيقه هنا اللهم بارك. رصش من نفسه اكسر الحياج، رصش من نفسه اكسر الحياج. الوداد ازفع رحنا يجري كل شي رول وشبقى يغير نشي نشوفك نحس براسي فيه. ودار بن جلون راه معروفة. تخيل ما جينا هنا جوج مرات وما عرفناش وراه ولينا. يا سلام التاريخ هنايا، هادي هي الوداد، هادي هي ثلاثة العصبات، هادي هي 22 بوطولة. تاري جينا دابا هنايا لقينا مسادين غيحلوا مع ثلاثة ودابا الجوج قد. المهم غنبقاو ندورو هنايا بين محلو ودخلو، لا عجباتنا شي لعيبة راه غناخدو هي هادي، لا عجباتناش راه جيتي زهر شي القبة ديال الوداد، ديو البراكة ونشوف بحال هادي. المهم الإخوان أنا نتمنى هادي الخوت هي في كيطينيو اللعابة صالة الرياضة، وهذا هو التيران. التيران اللي زوين ولا فيه هو أنا الكازو ولا زوين وراه كيسقيو فيه. المهم طيبين كلشي، يعني تيران بقيمة ديال الوداد الرياضي صراحة حتى ما عندي ما نقول. خاص غير قما هادي زوين شاهو، والله الا زوين داك علي شي فيديو. ها شو تيما في فيديو علي شي داري اجواء جنونيه. شوف الفطور اخي امين،
شوف هي زوينه فهمتي، خاصك فيديو السلعه، خاصك السلعه زي اي حاجه بغيتي خاصك تلقاها هنايا شورت اي لعيبه صراحه تمشي ديزاين لعيبات كلشي ندير. اخوان اش بان لكم في هذا؟ هذا هو اللي غناخذو. قلت الامين زوين عاش مالهم باش ياخذو. المهم مهيب والله شي مهيب الدراري تاع لي شي زوين صراحه. اللهم بارك الدراري شي طيقان تبارك الله. فين مشيتي هنا من واحد داري هنا غيسالي فلوغ. المهم راكم عشتوا معنا الاجواء واخا ما صورتش لكم بزاف صراحه لان التليفون كان خاوه من الشارج. المهم راه خدينا ثلاثه تونيات اللي زوينين، التوني ديال الوداد راكم شفتوه وصراحه فلوغ ديال زوين يعني. مشينا شفنا مركب بنجلون، مشينا شفنا طيقان ديال الوينرز، مشينا شفنا الدار ديال بنجلون فين تاسست الوداد، مشينا دخلنا المركب بنجلون. يعني هذا اي ودادي الا جا لكازا خاصو ضروري يجي يزور هذا الشيء لانه الوداد عنده شعبيه في المغرب كامل، هذه بغينا ولا كرهنا. وهذا مكان الاخوان اللي بغى يشوف التونيات اللي خدينا يدوز عند الانستغرام ويطلع عليكم تما. مرحبا باي واحد، تحيه شريف.